أكلتنا لليوم من أطيب وأحلى وألذ الأكلات اللي ممكن تدوقوها. بالفعل كتير كتير طلعت طيبة. مكونات كتبت لكم ياهم وكلهم من قطعهم نبرشهم. أنا بصراحة كلهم برشتهم برش ما عدا البقدونس فرمتهم فرم وبضيفهم لبعضهم وخلطهم. بس السر بهالأكلة لحتى ما تطلع كازة كتير اللحمة ما بيصير كتير كتير نخلطها، يعني إنه ندعكها ما بيصير، يعني بس هيك إنه نخلط المكونات مع بعض مو أكتر ونخليها هيك على راحتها. هاي تعلمتها هون لأنه هن بيعملوا شيء قريب لهي الطبخة اسمها ميت لوف، فما ما بيدعكوها منيح لأنه تكمش على بعضها وما عاد هيك بتضل إنه بس تصير كازة. زينها بالبصل والبندورة والفليفلة على وشها وحطيت لها معلقتين ثلاثة سمنة لأنه أنا اللحمة اللي مستخدمتها كتير يعني صحية ما فيها فات أبدا، فبس كرمال تعطيها شوية تراوي هيك وبسبسة. بعمل قدامها لبن وطحينة وثوم وحمض بيعطيها نكهة كتير طيبة رائعة بصراحة. بالفعل كتير طلعت طيبة هاي الأكلة، شوفوا المنظر لحاله بيحكي، يعني بالصدق ولا ألز ولا أطيب من هيك. جربوها وصحة وألف هنا. نحن منقلها بسوريا لحمة بالصينية، في ناس يقولوا لها كفتة بس نحن الكفتة عنا غير هيك، فما بعرف الأسماء تختلف بس الطعمة واحدة.